لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في مجلس جديد من مجالس شرح كتاب مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، مع تعليق شيخنا أبي عبد الله حفظه الله ورعاه ونفع الله به ورفع قدره في الدنيا والآخرة. وإياكم السامعين وإياكم السامعين. اليوم بإذن الله تعالى نتناول الليلة ولا اليوم يا شيخ؟ الليلة. الليلة تفضل. الليلة بإذن الله تعالى نتناول بابا أورده الإمام الطحاوي في بيان الصلاة التي كانت آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام إماما أم كان مأموما؟ أورد أخبارا تفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأبي بكر، وأبو بكر يقتدي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. وهذا الحديث في الصحيحين من رواية الأسود عن عائشة، ومن رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة، وصدق ابن عباس ما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين. وأورد أخبارا تعارض هذا الخبر، أورد من طريق نعيم ابن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة أن آخر صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام كان مؤتما بأبي بكر رضي الله عنه. فهل كان النبي عليه الصلاة والسلام إماما أو مأموما في آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم؟ يفيدنا بذلك شيخنا حفظه الله ووفقه. وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. إثارة هذه المسألة لها انعكاسات فقهية سيأتي بيانها إن شاء الله. أولا، الرسول عليه الصلاة والسلام في مرض موته لم يخرج للصلاة، فأما أبو بكر الناس، وكان النبي قبل وصى فقال مر أبا بكر فليصلي بالناس، فأما أبو بكر الناس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة وتوقانا حبا للصلاة الجماعة، فخرج يتهادى بين رجلين، بين علي والعباس. يتهادى يعني يحملانه، يدعو على هذا ويدعو على ذاك، ورجلاه تخطان الأرض، يعني الأرجل لا تمشي على الأرض بل الرجل مشى تعمل خط في الأرض عليه الصلاة والسلام، حتى أقيم في الصف خلف أبي بكر. فلما رآه الناس رأوه وكأن وجهه ورقة مصحف أصفر، فهموا أن يفتتنوا من شدة فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكثروا التصفيق. لما دخل النبي الصف ووقف في الصف خلف أبي بكر فأكثر الناس التصفيق، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثروا من التصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخر أبو بكر، أشار النبي إليه أن مكانك، اثبت مكانك، فأبى، رفع يديه حمد الله، يعني النبي لم يلومه أنه تقدم لما أشار إليه أن اثبت مكانك، ولكنه أيضا أصر على التأخر. فتأخر أبو بكر وكان يصلي بصلاة رسول الله، الرسول يصلي، أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله، الناس يصلون بصلاة أبي بكر. فقول من قال إن أبو بكر أما الناس في آخر صلاة بناء على الوضع الأول، وقول من قال إنه كان مأمون بناء على الوضع الثاني، هذا إذا قلنا بأن الواقعة واحدة. أما إذا قلنا بتعدد الوقائع فكنا عن هذا الإشكال كله. لكن الظاهر أن آخر صلاة صلاها هي التي أم فيها الناس، وأبو بكر تم به والناس تموا بأبي بكر.
هذا الجواب على سؤال الشيخ محمد السيد وفقه الله. ولهذا الانعكاسات، اولا في جواز اتخاذ التبليغ المبلغ، يعني في الحرم مثلا في مبلغ، لان الناس تصلي خلف الحرم بكيلو والصوت الامام لا يوصل، فاستعمال المبلغ للتبليغ جائز لهذا الحديث. ابو بكر يبلغ، صوت الرسول ضعيف، ابو بكر يبلغ. لكن نعم في بعض الطرق وابو بكر يسمع الناس تكبيره، ابو بكر يسمع الناس تكبيره تفيد نفس من شكر الله لك. لكن الفائده الاكبر ان هذا فيه رد على الحنابله. ايه الانعكاس الفقهي؟ الحنابله قالوا ان الامام اذا صلى جالسا تلزم بان تجلس خلفه. لماذا؟ لان النبي قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فبنوا على هذا الأصل أن الإمام إذا صلى جالسا صلى المأمومون أيضا جلوسا، لهذا الخبر الصحيح صحيح الإسناد. الجمهور قالوا لا، إذا صلى الإمام جالسا لمرضه وأنت قادر على القيام صليت قائما، صليت قائما، لأن القيام عندهم ركن مع القدرة في الفريضة. قالوا مجي، وقالوا دليلنا أن النبي صلى جالسا والصحابة خلفه قيام في مرض موته. قال الحميدي شيخ البخاري وإنما يؤخذ من فعل النبي الآخر في الآخر، في مرض موته صلى جالسا والصحابة خلفه قيام. الحنابلة تمسكوا به، قالوا لا، أبو بكر هو الذي كان إماما. فنقول أبو بكر كان إماما، كان إماما يسمع الناس، لكن الرسول هو إمام أبي بكر. أبو بكر كان يأتم بصلاة رسول الله، وإن سلمنا أن أبو بكر كان إماما للناس لكن يأتم بصلاة رسول الله، فأبو بكر كان مأموما برسول الله، مؤتما برسول الله، فهو واقف والرسول جالس، فأخذنا المعنى. فهذا الانعكاس الفقهي الذي بناه العلماء على ذلك. الحنابلة لما قالوا أبو بكر هو الإمام قالوا إذا نحن على أصلنا، إذا صلى قائما نصلي قياما، وإذا صلى جالسا نصلي جلوسا. لكن الجمهور قالوا لا، النبي صلى جالسا وأبو بكر خلفه قائما، وأبو بكر يسمع سائر الناس. فهذا الذي في الباب يا شيخ محمد، والله أعلم. متى دخل النبي مع أبو بكر في أول ركعة أو في ثاني ركعة؟ ما فيه تفصيل سند. نعم، مسألة التصفيق لما صفقوا قال النبي إنما التصفيق للنساء. هذا الحديث إذا أمعنت النظر فيه فيه عشرات الفوائد. يعني فيه أولا أن أكثر من حركتين لا تبطل الصلاة، لأن الناس أكثر من التصفيق. ثانيا فيه أن الالتفات في الصلاة لا يبطلها. ثالثا فيه جواز الاستخلاف في الإمامة، من باب أولى جواز الاستخلاف في الخطبة. واحد صعد المنبر وجاء إمام المسجد الراتب الخطيب الأصلي، فالثاني نزل له، الصلاة أعظم، الصلاة أعظم، يجوز في مثل هذا قياسا. في جواز الصلاة جالسا للمريض، في عشرات الفوائد، لكن تجلس كده بذهن صافي بعيد عن المعاصي وتجلس تستنبط، تستنبط كما سهر الإمام الشافعي ليلة يستنبط من حديث بريرة فوائد، تتلو فوائد تتلو فوائد. فالتخفف من الذنوب مع الاستعانة بالله تستنبط من كل كلمة من كتاب الله معنا. والله يا إخوة تجلسوا مع أي آية من كتاب الله، أي آية من كتاب الله تجلسوا معها وأنتم متخففون من الذنوب، تعرفون من الذنوب، تحصلوا جميل المعاني، من أجمل المعاني. ضاقت بنا الأوقات يوما ودعيت لمحاضرة في المغرب
المغرب للعشاء. أعمل إيه؟ ما فيش أي معلوم يعني، لم تجاز أي موضوع. طيب هاتوا كتاب الله يا جماعة. وقعت عيناي على صورة المثل، تبت يد أبي لهب وتب، ما كفاها الوقت من المغرب للعشاء، ما والله ما كفاها الوقت من المغرب للعشاء. هتتعرض فيها أن أبو لهب عم الرسول، ومع ذلك لم تنفعه القرابة. أبو لهب الكافر الوحيد الذي سمي في بكنيته في القرآن، ما هو عم رسول الله، اشرح من بطأ به عمله. أحكام الكنية في القرآن أبو لهب، موافقة الاسم لله يعني موافقة الاسم المصير يعني. تاني أبو جهل وهذا أبو لهب، وفي أبو سهل وأبو سويلة، مناسبات الاسم للمسمى. تاريخ أبي لهب، تاريخ امرأته السيئة، الخبيثات والخبيثين، فوائد لا تنتهي في. وكلما أمعنت النظر وأنت متخف من الذنب كلما أفاء الله عليك فيه. حديث الذي ذكره أخونا الشيخ عوض من قريب، حديث القدر مع موسى، تجلس شهرا تستنبط منه، والله ممكن تجلس شهر تستنبط منه أحكاما. قصة موسى مع الخضر الطويلة، ستجمع طرقه وتناقش الألفاظ التي انفرد بها الضعفاء والألفاظ الثابتة، وتستنبط من الألفاظ الثابتة أفهاما. علم غزير لكنه علم نافع، أحسن من القيل والقال. شكر الله لك يا شيخ محمد السيد، الله يحفظك شيخ. أخونا فضيلة الشيخ محمد السيد، نسأل الله أن يسبق عليه الصحة والعافية، علينا وعليكم جميعا يا رب. له أبحاث نافعة في نوع دقيق من أنواع العلوم مع بعض إخوانه. طبعا الناس لا يعرفون قدر هذه الأبحاث. مثلا عندنا حديث من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يأتي واحد من الناس يزيد لفظة تخرب المعاني، أو يستنبط منها معنى يخل. فعلى سبيل المثال مثلا، أو يرويه بالمعنى، أو مثلا حديث ابن عباس، مر ابن عباس على مر النبي عليه الصلاة والسلام على شاة لميمونة قد ماتت، مر النبي على شاة لميمونة قد ماتت، فقال هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به، يعني الجلد انتفعوا به. وردت رواية هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، زيدت لفظة ماذا؟ فدبغتموه فانتفعتم به، فهل يلزم الدبغ أو لا يلزم؟ ينبني الكلام على تصحيح ماذا؟ هذه اللفظة. إذا صحت يلزم الدبغ، ما صحت لا يلزم. عمله يكمن في تحرير هذه اللفظة ثبتة أو غير ثبتة. جاءت رواية أخرى أبعد عند مسلم من طريق عبد الرحمن بن وائل عن ابن عباس، أيما إهاب دبغ فقد طهر. طيب أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا صححت هكذا انبني عليه جلد الخنزير إذا دبغ يطهر، جلد الكلب إذا دبغ يطهر، جلد الحمار إذا دبغ يطهر. فهذا هذه لفظة صحيحة. حديث ميمونة هو الأصل، كان مقيد بالشاه، كان مقيدا بماذا؟ بالشاه التي ماتت، وليس فيه ذكر الدباغ. فهذه الدقائق طبعا الفقهاء لا يفكرون فيها، هو يشوف الحديث في مسلم خلاص صح، في البخاري خلاص لا. كل هذا العلم الدقيق له تأثير بالغ في الأحكام. يعني أذكر مثال فقط من الأمثلة التي يعني تؤثر في التجار تأثيرا عظيما. في حديث عن رسول الله نهى عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم، وروي هذا الحديث بلفظ نهى عن بيع السلع حتى يحوزه التجار إلى رحالهم. المالكية يقولون الممنوع الطعام، لكن السلع ممكن تبيعها في مكانها. يعني افترض سفينة جاي أتت بخشب من السويد وهي في الميناء، حملها مثلا 100,000 طن. طيب أنا ليه مخازن في المنصورة، هل أنقل 100,000 طن من السويس حتى أويها إلى رحلي
في المنصورة كم ستتكلف وكم عدد السيارات والتكليف على من؟ لكن إذا أخذت أن الممنوع هو الطعام فقط خشية أن يتلف فقل الأمر مليح، أبيعها في السويس وهي على المركب، يأتي المشترون يشترون من سطح المركب لبلادهم، خففت على المستهلك وخففت. بناء على ماذا؟ تصحيح لفظة نهى عن بيع السلع ونهي عن بيع الطعام. فهو عمله مع أخيه الشيخ محمد عيد وفقهم الله في جزئيات كهذه الألفاظ الشاذة في ذات الأسانيد الصحيحة، إسنادها صحيح لكن شذ بها راوي من الرواة، شذ بها راوي من الرواة. مثلا في حديث عن رسول الله إذا كان أحدكم في صلاته فشك هل أحدث أو لم يحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. واحد يجي من الرواية يروي بلفظ آخر يقول لا وضوء إلا من حدث، فلا وضوء إلا من حدث تعني تنفي لا وضوء إلا لا وضوء من مس الذكر، لا وضوء من أكل الإبل، لا وضوء من مس المرأة، لا وضوء إلا من فسان أو ذرات. لكن الحديث مش كده، الحديث فيه أن واحد في الصلاة شك، فنقول لهذا الشك لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد. فهذه الألفاظ التي يشذ بها الرواه عمل عظيم، وله الحمد لله عدة سنوات يعمل فيها مع الأخ محمد عيد وتابعهما قبلهما في باب آخر ومعهما في باب آخر الأخ أبو طلحة رحمة الله تعالى عليه، كان يعمل في الأوهام التي انفرد بها سفيان بن عيينة عن الزهري. أنت ممكن تقول إيه كلام الناس دي الهبل دول فيه، ما أنت تفكر كده يعني، أنت تقول حدثنا وأخبرنا وحد ما أنتش عارف إيه الأبعاد، لا تعرف ما الأبعاد من وراء ذلك. نحن حدثنا فلان، أعرف أن فلان هذا معروف أنه يحرف الكلام ليس عن قصد، يهم أوهاما يلخبط الدنيا بالأوهام. هذا الراوي ينفرد بألفاظ غريبة، لكن الذي لا يعرف بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فالحمد لله صدت لهم كم مجلد الآن يا شيخ؟ أربعة من قبله مع أخيه الشيخ محمد عيد، وأخونا أبو طلحة له مجلد أيضا في مفاريد سفيان بن عيينة، ومحمد بن مرعي له مجلد في الألفاظ الشاذة والغريبة، عدة مجلدات صدرت والحمد لله. شكر الله لك وأمد الله في عمرك، ومعليش يعني إذن لأن أقول إنه مع مجهوده الذي يبذله ابتلاه الله بشيء من المرض في القلب، أسأل الله أن يكون في البدن وليس في القلب الحي النابض بالإيمان إن شاء الله. فذكرت هذا كي تدعو له دعوة صالحة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صيام غدا الخميس إن شاء الله، سلمكم الله من السوء المكروه، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.